السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا، كل ما نعبنش لحد التنازلي للعيد إن شاء الله كل عام وانتم بخير. في كثير تساؤلات اجتني عن الغريبة، إن شاء الله فيديو مختصر رح أرد على التساؤلات اللي هي تكسير الغريبة وإنه عم بتسيح الغريبة معنا. أول شيء أنا لما أعجن الغريبة بدي أحطها ببراد، يعني بدي أطلعها. هلا أنا بشوف العجينة اللي جبتها، هاي العجينة أنا جايبها من البراد، شايفين هلا هيك مفرفطة، صحيح باردة بس مفرفطة. طبعا لما أجي لو بدي رفها على حالها ما حتشتغل معي، وإذا ما وإذا دعكتها غلط كمان ما راح تشتغل معي. هلا أنا إذا دعكتها شوي وجيت بدي رفها بتفرط، شايفين ما حيمشي الحال. طلعها من البراد بعد ما حطيت لها، عندنا نحن لكل كيلو طحين بده نص كيلو سمنه وبده 400 جرام سكر بودره، ما بده شيء ثاني. زبده ما بتشتغل للغريبه، ما بيشتغل زبده لانه زبده فيها حليب، بيطلع معنا معظمه بعدين، يعني بيطلع كانه نحن اشتغلنا بتيفور، يعني بتطلع هي كانه اشتغلتها بتيفور بس سكرها زياده، يعني بيطلع بتيفور معظم ما بيمشي حالها. لازم سمنه، كيلو طحين نص كيلو سمنه 400 جرام سكر، بعجنهم ويكونوا باردين احسن، بعجنهم بحطهم بالبراد، ما في داعي فرزنهم، ما في داعي تفرزنيهم، تبريد عادي مثل هي مبرد تبريد عادي. هلا هون باخذ هيك انا الدعك تبع الغريبه، له طريقه معينه بالدعك كمان الاحسن، يعني شايفين هيك اسمها مردنه. بضل اعمل هيك لحتى هون لما اثني العجين ما يطلع تفسيخ، وبنفس الوقت ما تسخن، وبدي اشتغل بمكان بارد. وبيقصر لونه، شايفين بيصير لونه على فاتح. هيك جاهزه عندي صارت العجينه الغريبه، شايفينها شلون وبارده، وبدي اشتغل بمكان بارد وما يكون فاير دمي لا من ابني ولا من جوزي، يكون مهدي اعصابي، لانه عن جد حتى الايد السخنه ما بيمشي الحال، لازم يكون ايدينا باردين لما نشتغل بالغريبه. بنقطعها، شايفين ما احلى هالعجينة، بنقطعها مقاسات متساوية وبنرجيكم مرحلة الخبيث تبعها. لما هون بدي لفها انا كمان، ما بدي اخذها وجيبها كتير، انا عم بلفها روحها جاية بس وبلف. هلا بنرجيكم طريقة اللف الصحيحة كيف بتكون. بقطع عجين على قد اللي انا بقدر ساوي، لان هلا هون حافظ برودته، هاي العجين محافظة على برودته، اذا قطعتها بتفقد برودته بسرعة. عملنا هيك ولفيناها، واضحة؟ الصف عندي هيك بده يكون كأنه صف، يعني هي شايفين؟ ما في وحدة قريبة وحدة بعيدة، وما بدي بعد كثير، ما بدي بعدهم كثير. خليني اقربكم الكاميرا مشان تشوفوا اللف. هلا اذا الغريبه انا عملت لها هيك كثير سخنت راح تسيخ معي، ما حتزبط شكلها، ما حيطلع مزبوط، بينما هي لازم روحها رجعه بس. شايفين عملت هيك وهون ما بفردها باصابيعي، بفردها من هون وهون، بعدين براس اصابيعي هيك باخذها بصفها بالصينيه. فينا نحط لها فستق، فينا نستغني عنها، هي اختيارية منه. بياخذها على درجة حرارة 160، فرن 160، بنشغل عليها من تحت بس، إذا بدنا إياها حمراء بس تاخذ كعب عندي من تحت ياخذ لونها، بطلعها بدي إياها حمراء. شو بعمل؟ بخليها لتبرد برا، يعني هي يعني هي اللي بيخليها إنه يطلع لونها تفاحي هيك، لون أحمر حلو. ما بعطيها وش وسفل مع بعض بتشقق، ما بيمشي الحال. بدي اياها غريبه الحمراء، خليها تاخذ من هون لون وبعدين طلعها من الفرن، بتركها برا لتبرد على الاخير. بس تبرد بشغل الفرن بس من فوق وبحطه بصير فتله،
وانتبه عليها لحتى تاخذ لون. هيك لحتى اخلص الكمية اللي عندي. شايفين ما عم باخذها كثير وجيبه انا. روح رجع خالص. حاولوا انه باللف هون ما تكتروا علي دعك. الغريبة جدا حساسة، الخامة عندي باردة، انا فوقي هون على اليمين في مكيف، ايدي باردين، ما عندي شيء موترني. الغريبة قلنا حساسة، بدها مكان بارد وبدها ايدين باردة، بس ما بدها دم بارد. ما نكون سريعين لحتى نخلصهم ما تسخن. لفها هيك بعدين ها باخذ الطراف على بعض. وهون مسافة اصبع بين الاربع اصابع، اربع حبات بده ينزل اصبعتي بس، ما تنزل ايدي، اصبعتي بس. لانه كل ما اختلف اختلف الصف كل ما بيطلع عندي الوان اشكال الوان بالفرن. هنخلص الكمية وبنرجع لكم بالخبيز ان شاء الله. هاي الفرن على حرارة 150، من فوق انا حاطه 100 ومن تحت 150. فرن وما شقيت الفرن لانه محطوطة على فرن هادي. استناها لتنشف مزبوط ونرفعها بعدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا. هاي الغريبة سويناها قبل الافطار، خبزتها، خبزناها قلت قبل الافطار، وانا خليت شايفين من تحت يا دوب اخذ لون. في ناس بتحبها هيك بيضة، هيك تعتبر خالصة، يعني هي ناعمة وحلوة ولا ها بمسكها كلياتها ما بتلزق بايدي، منين ما مسكتها ما بتلزق بايدي. الكعب يا دوب اخذ لون مشان انا كمان ما يحجر عندي. شغلة مهمة جدا اختيار نوع السكر. السكر بده يكون بودرة بمعنى الكلمة، مو بودرة بطحنه على الماكينة وبشتغل فيه. اذا طحناه على الماكينة البودرة او اذا اجبنا بودرة من السوق فيها شوية خشونة بيعطيني اساوي بالغريبة، هي مهمة جدا. اذا اخذ وقت كتير بالفرن بيعطيني اساوي، اذا اخذ كمان وقت قليل اني انا يعني مثلا دخلته على الحرارة حامية وطلعته دغري بضل قلبه عجين، العجين هذا لما ينشا لما يبرد بيقسى بيعطيني اساوي. هلا حاخذ انا كم صينيه كمان حمرهم تحمير. في هلا بالنسبه للشام بيحبوا المحمره، مو محمره جبن، الغريبه بيحبوا لونها تكون احمر من فوق، وفي محافظات او مناطق بسوريا بتحبها بهي الطريقه. هي هيك ممكن نقدمها خالصه تعتبر، وممكن كمان اذا حبينا انه نحمرها بصير نحمرها. بنشعل هلا الفرن من فوق بس، شايفين بنشغل عليها الفرن من فوق بس، وبنشوف شلون طريقة التحمير تبعها. بتضل عبفتل فيها ومنتبه لها. وهي شايفين لا فيها فراغات ولا فيها شيء، لا بحط لها ما زهر، لا بحط لها ما ورد، لا بحط لها محلب ولا اي شيء، ولا مي ولا زبدة، سمنة طحين سكر بودرة بس فقط لا غير. بنروح على التحمير طعمتها والله بالجنان. بنروح على التحمير وبنرجع لكم ان شاء الله. هلا بالنسبة لتحمير الغريبة لاخذ لون حلو قلت 100%، بخبزها اول شيء وبتركها تبرد تماما. هلا هي بارده فيني اكلها، ما فيها شيء، بارده بس تبرد بحمرها. اذا حمرتها وهي سخنه اعطيتها لون وهي سخنه بيفصل الوش عن السفل، او الوش بصير بيعطي طبقه هون، لما امسكها بتصير تلزق بالايد. فلازم الغريبه لحتى تاخذ لون حلو اول شيء وتضل ضاوي شكلها، يعني الحمار تاخذه ضاوي، لازم يكون تبرد، تطلع من الفرن تبرد بعدين تتحمر. وهي الفرن عندي انا من فوق، فيكم فرن البيت تشغلوه من فوق هيك. انا عندي هذا فرن صناعي طبعا مو فرن بيت. وبنحط الغريبة. شايفين عندي انا التحميرة بهي الطريقة، بقوي عليها الفرن مع الانتباه والتفتيل، ما بحطها مباشر مع النار تطلع يعني الوان الوان، بدي احطها طبقة بعيدة عن النار، مو طبقة مباشرة مع النار. شايفين اللون حبايبنا؟ هذا اللون بحصل عليه اخر الشيء، وهذا شيء قلت انا اختياري،
يعني في ناس بتحبها حمرة هيك وفي ناس تاكلها بيضة. مو شايفين بحط الصينية بالفرن، سكر الباب شوي يعني بخليه انه لا مسكر ولا مفتوح هيك مردود رد مشان تاخذ حرارة مزبوط. طبعا عيني عليها على طول، ما بقيم عيني عنها ابدا لانه ثواني بتحترق. شايفين هيك اخذت لونها اللي بدي اياه. شايفين هاللون ما احلى ولا اجمل من هيك. ناخذها لهون، ناخذ واحدة ثانية على الفرن هيك لحتى اخلص الكمية اللي عندي كلها. شايفين الباب عم بخليه مردود عليها رد، ما بسكره على الاخير لان سكرته على الاخير ومسكر الفتحة هون بيطفي الفرن. وهيك بتكون غريبتنا جاهزة. ان شاء الله تكون عجبتكم واستفدتوا من الملاحظات اللي قلنا لكم عليها. هي لساتها سخنة هلا وشايفين ما فيها تلزيقة، يعني ما بتلزق على ايدي وناعمة وما عم بفرطت. وين ايدي انا؟ مضبوطة ايدي. ان شاء الله كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير والبركة. كان معكم الشيف فراس مطبخ حلويات شامية. لا تنسونا من دعم القناة والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.